خلاص احنا قلنا سيستم سيت شيت سايز، حدد الايه المساحه الشيت اللي انت عايز عليه. طيب بعد كده تدوس حرف البي. طبعا هنا هتلاقي في حاجه اسمها كومبوننتس مود. كومبوننتس مود دي يا شباب اللي ايه اي كومبوننت بتطلعها بتظهر لك هنا، تمام، بتختارها وتطلعها طالعه معاك هنا. طيب هدوس على حرف البي. بي اللي هي بيك ديفايس او بيك فلوم لايبرري، تمام. طيب انا عايز اطلع ايه 74.00، تمام. تروح كاتب كده 74.00، هيظهر لك بقى في حاجه اسمها كاتيجوري. ركز، كاتيجوري والسب كاتيجوري. كاتيجوري تفريعه رئيسيه اسم كومبوننت ايه كذا. طيب تحتها سب كاتيجوري، يعني على سبيل المثال لو سبتها كده من غير ما تدوس حاجه مسحت، هتلاقي ممكن يبقى في كاباستورز وفي كونكتورز وفي ما اعرفش ايه، في دايودز. تلاقي التصنيفه الرئيسيه اسمها كاباستور. التصنيفه الفرعيه يقول لك ايه الحاجات بقى اللي تحت الكاباستور، في نوع انيميتد، في اوديو، في سيراميك، في كابلنج وديكابلنج، فاهمين؟ دي تصنيفه فرعيه. انا هكتب تاني 74.00، هتلاقي لك في انواع، يقول لك في 74 اس واي ال اس واس وما اعرفش واف واتش سي والكلام ده كله. كل ده مش هيفرق معايا، انا اللي يهمني ايه؟ تبص على الديفايس هنا رقمه 74.00، تمام؟ وتبص هنا على السيمبل، شايفينه هنا مكتوب ايه؟ مرسوم ناند 2 انبوت، تمام؟ ومكتوب اهم حاجه لازم الحاجه اللي تختارها تكون مكتوب هنا ايه؟ سكيماتيك موديل. يعني ايه سكيماتيك موديل؟ يعني من الاخر كده الكومبوننت دي ليها موديل تقدر تعمل بيها رن على الكمبيوتر، تقدر تعمل سيميوليشن. لو مش مكتوب سكيماتيك موديل، زي مثلا حاجه زي كده مكتوب هنا ايه؟ ها؟ نو سيميوليتر موديل. نو سيميوليتر موديل يعني ايه؟ تقدر تحطها شكل بس، انما تيجي تعمل رن يقول لك يطلع لك ايرور. يعني بص لو عملت هنا الحاجه اللي عايز تنزلها تدوس دبل كليك تلاقي نزلت معاك هنا. دوست اوكي، ها؟ تقف على الحاجه دي وتدوس اهي، تمام؟ دوس رن يطلع لك ايه؟ ايرور نو موديل، يقول لك سبيسيفايد فور يو 1. يو 1 ده اللي هو ايه؟ رقم الاي سي. يو 1 يعني الاسئله الاونيه، تمام؟ فطبعا لازم تختار ايه؟ حاجه ليها موديل. امسحها تاني، ديليت، كليك يمين ديليت، تمام؟ وروح كاتب تاني 74.00 اهي نفس الرقم. هنا كاتب لك هنا قايل لك ايه في الديسكربشن؟ كوادرابل تو انبوت بوزيتيف ناند جيتس. كوادرابل يعني اربعه، يعني الاسئله فيها اربعه، اثنين انبوت ناند جيت، فيها اثنين انبوت الناند جيت، اثنين انبوت. دبل كليك عليها تلاقيها نزلت، تمام. طيب عايز ايه تاني؟ ريزيستور، اكتب ار اي اس. ممكن اي 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 جزء من ريزيستور، مش لازم كلها. بص هتلاقي هنا مكتوب هنا ايه؟ ها ريزيستورز. طبعا هتلاقي هنا يقول لك 6.10 واط، 10 واط، 2 واط، الكلام ده ولا يفرق معايا، اختار اي واحده. ليه؟ هو ايه 6.10 من 10 واط؟ هيفرق في ايه؟ مقاومه قيمتها مثلا 10 12 كيلو. 12 كيلو 6.10 واط هتفرق ايه عن 12 برضه 12 كيلو بس 2 واط او 10 واط؟ الحجم هي نفس القيمه بس الحجم، يقول لك الباور بتاعها اعلى، بتستحمل تيار اعلى، فدي بتلاقيها في دوائر الباور، ده قيمتها حجمها اكبر. يعني ممكن تلاقي واحده مقاومه قد كده ومقاومه قد كده، بس دي مثلا 10 كيلو ده 10 كيلو، فرق ايه؟ دي بتستحمل تيار اعلى من ده بس، تمام. انا هيفرق معايا دلوقتي باور، يفرق معايا باور امتى؟ لو بعمل دوائر البي سي بي، بعمل دوائر البي سي بي مثلا هحطها انا محدد لها هشتغل على بورد قد دي، بورد قد دي هيفرق بقى معايا الحجم ساعتها 6.10 من 1 واط من 2 واط وهكذا. انا مش هيفرق معايا هنا، انا هنا عايز اعمل ايه؟ قيمه، قيمتها بس تفرق معايا في السيميوليشن، خلاص؟ فدوس على اي واحده تنزل معاك، وانا ايه؟ بعد كده اغير قيمتها عادي مفيش مشكله، اي قيمه من هنا مش هتفرق. طيب باقي لي هنا ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ ليد. اكتب ليد. ليد هتلاقي في حاجات كتير هنا ظاهره. الكاتيجوري بتاعت الليد اسمها اوبتو الكترونكس. اوبتو الكترونكس يعني الالكترونكس الضوئيه. السب كاتيجوري في حاجه اسمها البار جراف والدوت ماتريكس والال سي دي، انت بتختار الليد، تمام. الليد بقى فيها انواع كتير، انواع كتير. اهم حاجه يكون مكتوب هنا كلمه ايه؟ اكتف. شايف كلمه اكتف دي؟ وفي حاجه اسمها ديفايس. يعني ايه اكتف؟ اكتف تقدر تشوف حركه او ضوء. يعني مثلا لو ليد بتيجي تعمل ران اشتغلت، تلاقي مثلا نورت معايا، طفت لا طفت، تمام. طب لو موتور، لو موتور مكتوب قدامه اكتف يعني تقدر تشوف حركه. ريزيستور تيجي مثلا فاريبل ريزيستور بتغير فيه تقدر تكون اكتف. يعني ايه اكتف؟ بتحرك على الشاشه وتشوف كلمه بتتغير معايا، من الاخر في شغل انيميشن. انما كلمه ديفايس مصمطه سيمبل بس، هتعمل ران هتعمل ران بس مش هتشوف حاجه. يبقى انا هختار ايه؟ اكتف. طيب الاكتف بقى يقول لك ايه؟ اكتف في الانواع، يقول لك باي كلر، في الوان، في ليدات بتاخد تطلع لونين، زي مثلا بتاعت الكمبيوتر تلاقي مثلا في لون اخضر، تلاقي مثلا احيانا لون اخضر ونفس اللون تلاقي احمر.
بتشتغل ازاي؟ تلاقي مثلا ايه الليد ليها طرفين، لو خدت 0 1 من هنا يعني 5 فولت و 0 فولت تلاقيها بتبقى مثلا احمر، تعكس الجولت تلاقيها لون تاني، هي بتبقى من جوه الليدتين عكس بعض كده. تمام؟ دي اللي انا عايزها؟ لا انا عايز ايه؟ اللي هي يقول لك انيميتد ليد ريد او يلو او جرين، احنا في السوليوشن بنحب الايه؟ الاحمر، مش هتفرق، دبل كليك عليه. خلاص؟ ده السيمبل بتاعها. خلاص؟ طيب باقي لي مين؟ بوش بوتون، اكتب بوش. اه دايما انا ايه؟ كلمه بوتون بوتون ايه؟ اكتف. تمام؟ وهنا مكتوب ايه؟ السيمبل بتاعها اللي انا كنت رسمه من شويه. خلاص؟ دبل كليك، طبعا هتلاقي نوع اسمه اس بي اس تي، اس بي اس تي يعني سنجل بول سنجل ثرو. انا بقفل كام نقطه مع كام نقطه؟ بقفل نقطه يعني انا لو عندي هنا كده دي اسمها البول دي اسمها ثرو، بقفل نقطه مع نقطه واحده دي اسمها سنجل بول سنجل ثرو. طب لو بقفل نقطه مع نقطتين سنجل بول دبل ثرو، ده نوع سويتش خاصين في سويتش، وفي نوع اسمه دبل بول سنجل ثرو ودبل بول دبل ثرو. انا دي دي بقفل نقطه مع نقطه، ده اللي انا عايزه. دبل كليك دي نزلت واحد ثاني والله ماشي. بضل كليك على دي وبتنزلها معاك اهي. خلاص دي كل الكومبوننتس اللي عندي، بعد كده ابتدي اوصل. تمام؟ طب انا هوصل ايه؟ عايز اول حاجه بتعمل الرسمه بتاعتي. الرسمه بتاعتي ايه؟ انا عايز اعمل العمودين دول الاي والبي اللي بعد كده هاخد منها. طبعا انت بتدوس على الكومبوننت لف يمين او شمال اهو، بص تمام؟ حط الكومبوننت كده، نزلت واحده صح؟ كده نزلت الثانية. لاحظ اللي بيحصل، أول ما بنزل بكتب إيه؟ مكتوب يو 1 A يو 1 B. إيه الكلام ده؟ يو 1 يعني أي سي، أو أنا في أول أي سي. إيه؟ يعني أول ناند في أول أي سي، B أول ثاني ناند في أول أي سي. يبقى أنا من الآخر كده باقي لي كام واحدة في الأي سي الأولانية؟ ثلاثة، اثنين كمان، أدي واحدة، بص يو 1 C كده يو 1 D، ولو حطيت واحدة كمان بص بص تتوقع إيه اللي هيحصل؟ يو 2 A جدع. U2A، U2A يعني انت فتحت في اي سي تاني. اي بالظبط فيها اربعه. فانا مش عايز ده كله، انا عايز دلوقتي ايه؟ طبعا انت بتيجي تمسح كليك يمين ديليت او دبل كليك يمين. دبل كليك يمين تمسح. خلاص؟ هرجع تاني احط الايه؟ دي. لاحظ اول ما بحط مكتوب ايه؟ U1A، U1 ده رقم الاي سي، ايه اول ناند في اول اي سي، واحد واثنين وثلاثه ده ايه بقى؟ الداتا شيت. يبقى انت مجرد ما بترسم الرسمه انا مش محتاج ارسم ده شيت، مش محتاج تفتح ده شيت قدامك. عشان كده بقول لك ارسم الرسمه احسن، هتلاقي الداتا شيت عليها وخد من الداتا شيت ووصل على طول، مش محتاج بقى كل شويه اطلع الداتا شيت بتاعت الاي سي واوجع دماغ، لا انت تطلع ليه الداتا شيت على طول، هي مكتوب عليها. تمام؟ طيب هل حد ملاحظ ان انا في في سي سي وجراوند؟ مش مكتوب، هو مخفي بالجهاز. انت طب انت عايز تعرف الفي سي وجراوند بتاعت الاي سي دي تعمل ايه؟ كليك يمين كنترول زد ارجع كليك يمين جيب ايه اخر حاجه اسمها باك انجنج تول، بص عليها هنا هيقول لك هنا الجراوند والفي سي. جراوند اللي هو الباور، الجراوند في سي ده اللي يعتبر باور. مكتوب هنا الجراوند ريدي رقم كام؟ 7 والفي سي ريدي 14. يبقى انا وانا عارف بعد ما اخلص الرسمه ان الجراوند 7 والفي سي 14. خلاص؟ طيب ماشي نكمل الرسمه. طبعا انت ايه؟ بتقف على ايه؟ على السليكشن مود وبتبتدي ترسم. طيب كليك دوست كده ايه؟ كده بتسحب خط، رحت يمين شمال بتروح زي ما انت عايز، زوم انه اوت معاك برضه مفيش مشكله. تمام؟ طيب انا لو عايز امشي من هنا واروح هنا، لو انت رحت مباشره كده بتتوصل، بس فرض مسار اجباري عليك. طب افرض انا عايز اروح يا عم من طريق تاني، دوس هنا مره هنا ورحت عايز امشي من هنا، دوس كليك مره كليك مره كليك كليك فاهمين؟ كليك شوف المسار اللي انت عايزه لغايه ما توصل الحته اللي انت عايزها. تمام؟ مفهوم؟ طيب انا عندي ده اثنين دول شورت سيركت مع بعض صح، واثنين دول شورت سيركت مع بعض، تعمل زوم اوت كده اهو، تاخد ده عايز اعمل خط للطول، تسحب وتدوس دبل كليك انت بتنهي الخط. تمام؟ ارجع تاني هنا دوس مره تيجي تحت هنا دبل كليك تنهي الخط. ينفع بعد ما اعمله اوصل الخط اللي انت عايزه؟ ينفع اي حاجه ممكن تعملها. خلاص؟ طب انا عايز اعمل خط بتاع الايه؟ الايه؟ تروح تاني. طبعا انا مش عارف اسحب منه هنا نقطه، ففي حاجه اسمها جنكشن، دي اللي كنت بكلمك عليها من شويه، جنكشن اللي هي النقطه دي. كانك بتعمل ايه؟ حته مشترك، نقطه مشترك كده تقف هنا تقف عليها، وتدوس هنا مره في النص مثلا هنا كده اهي، تعمل هنا واحده وهنا واحده.
بحيث انك ايه تاخد منها حاجه اهي كده، تيجي تقف بالطول كده تنزل اهي دبل كليك كده وانزل تحت دبل كليك كده، عملت الخطوط بالطول. في الاخر خلاص هحط هنا A و B تمام. خلينا بس نوصل الايسات الاول اللي هي النندات. طيب انا عايز اعمل نند هنا، عايز ارسم بقى النند بالعرض. انا هنا كنت اخر مره عملها بالطول، لفها كده اهي، هنا النند الاولانيه، هنا النند الثانيه صح، وهنا النند الايه الثالثه. طيب النند الاولانيه الثانيه الاولانيه دي واصله على ايه؟ A بار B. طب انا هنا مش عايز اكتب A وهنا B، اروح جاي هنا ايه في تكست اهو، تكتب هنا تكست، دوس هنا تكتب هنا A كابيتال اهي. عايز اتحكم في لونها مش مشكله بالاحمر اهو، عايز تكبر الخط اهو الهايت اهي، دوس اوكي كتب هنا ايه تمام. عايز اخدها، عايز تاخدها تنقلها تحت، تقف على دي تاني، تيجي هنا تشدها تحت كده اهي. عايز اعمل بي، ممكن تاخد منها كوبي، تروح مثلا معلم عليها كده كليك يمين بلوك كوبي، تيجي هنا تروح اعملها مره وتدوس اسكيب تاني دبل كليك عليها، اكتب بس ايه بي، دوس اوكي بقت بي تمام. يبقى انا عارف انا باخد منين. طيب دي واصله على ايه؟ A بار B، يبقى A بار اهي وادي البي اهي، خطوط بالعرض اسهل حتى في العمل في التوصيل اسهل. طيب وده ايه؟ ها؟ A B بار، والاثنين دول داخلين على مين؟ طبعا الاول ده اسمه ايه؟ اكس. انا ممكن اروح جاي هنا برضه هنا اهي وعملنا معلم عليها كده بلوك كوبي، تيجي هنا اكتب له هنا ايه؟ اكس اوكي. طيب الخطوط بالطول دي شكلها رخم، ممكن امسحها دبل كليك مرتين اهو اهو، ده اللي كنت بسال عليه تمام، نطفت قدام شويه اهي. طيب انا باقي لي مين؟ سويتشات. طبعا انا قبل الكلام ده كله انت المفروض تعمل سيف ديزاين از وسايف المكان اللي انت عايزه، اعمل في الفولدر بتاعك، عشان قايل لك فولدر بتعمله للمعمل، اسم المعمل التجربه الاولانيه، اعمل فولدر سيميوليشن وفولدر للريبورت، خلصت. عايز تعمل فولدر نتائج وصور انت حر، اعمل اللي انت عايزه، بس خلي كل تجربه لها فولدر بتاعها كتنظيم يعني. طيب انا عايز احط سويتشات بوتون اهي بوتون تمام، عايز احط السويتش الاولاني وادي السويتش الثاني. بص لما اجي ادوس عليه ده بينزل اهو، شايف انيميشن قدامي تمام. طيب عايز احط مقاومه، دوس عليها كده ووقف المقاومه، خليها بالطول. المقاومه الاولانيه اهي، المقاومه الثانيه اهي تمام. طيب المقاومه هنا قيمتها كام بقى؟ بص كده عليها، هي اسمها ار1 وهنا ار2 تمام. دوس دبل كيك على ار1، انا انا واقف بالمربع الاحمر، شايفين الاحمر في اطار احمر اهو، الاطار الاحمر انا واقف على اسم اسم المقاومه. لو دوس دبل كليك هتقدر تغير في الاسم، بس انا ما حبيتش انك تغير في الاسم، ما تغيرش في اسم حاجه، سيبها ستاندرد زي ما هي تمام. طب لو وقفت على القيمه 10 ام دي معناها ايه؟ 10 ميجا، هي 10 ميجا، انا عايز 10 ميجا، لا انا عايز 330، روح كده 330 انتر. عايز 470 اكتب 470 مش هتفرق، 330 انتر. طبعا انا كاتب 330 هنا ايه؟ كاتب حاجه تاني، يبقى القيمه دي بالاوم. لو كتبت ار 330 ار يعني برضه 330 اوم. طب عايز 330 كيلو اكتب كيلو، عايز ام ميجا ام كابيتال، جيجا جي كابيتال، فاهمين؟ انا ده ايه اوم، سيبها زي ما هي خلاص. طيب طبعا ده كله انت ايه كل مره شغال انت بتعمل سيف، الله اعلم ممكن الجهاز يهنج معاك تضطر ايه ترسم الاول. طيب الطرفين دول واصلين على ايه؟ على الارض صح؟ تروح واصل ده وده كده، وتروح جايب الارض منين؟ حاجه اسمها التيرمينالز مود، اللي انا هتعامل هنا معاه الاثنين دول باور وجراوند. باور هو الستاندرد بتاع الايه؟ دوائر الديجيتال، هي هو بيفهمها 5 فولت، اي نقطة عايزها 5 فولت توصلها بكلمه باور تمام؟ طب الجراوند ده الارض، يبقى الجراوند احطه هنا كده، والنقطة اللي بتاخد منها لازم تكون عليها دايرة كده خلاص؟ عشان ما يجيش واحد مثلا يقول لي ايه؟ يا باشمهندس كانت كده، دي كده واصلة؟ لا، أكبر دي أنت لو جيت سحبتها كده شدتها هتلاقيها مش واصلة تمام؟ مفهوم؟ طيب أروح نوصل ايه؟ دي مع دي ودي مع دي صح؟ طب الطرفين دول واصلين على مين؟ على في السي، تجيب كلمة باور ايه؟ كده وصل كده وصلوا ايه؟ في السي. ناقص ايه بقى؟ عايز ده وصل على اي سويتش، ده الايه مثلا وده البي، يبقى الايه اروح اعمل ايه؟ اوصل ده بده
كده معناها ايه؟ الانبوت الدايره دي خلاص هتقرا الاي سويتش. اوعى حد يفتكر ان الاي سويتش والاي بار سويتش تاني. لا حبيبي، ده هو سويتش واحد، وانت مجرد ما تدخل 1 هو اوتوماتيك بيقرا على الانفرتر 0 والعكس. طب هنا ده البي. طيب ده كده بالنسبه للانبوت كده ايه؟ خلاص الاوتبوت القامه، القامه اهي، وفي ايه؟ ليد. طيب المقاومه واصله على دي، ودي على دي، ودي واصله على ايه؟ على الارضي اهي، جراوند اهي. طيب هغير في قيمه دي 10 ميجا؟ طبعا غير 10 ميجا، مقاومه كبيره جدا، فكان اوبن مش هيقرا معاك حاجه. طبعا دي خليها برضه 330 مثلا، اي حاجه مش هتفرق. خلاص؟ طبعا الاكس ده اللي هو مين؟ ليد. والاي والبي ممكن تشيل ده كده تحطه هنا ايه، يبقى انا عرفت ان ده الايه، وفضل يعني البي اهو، واروح مسيف كده الدايره خلصت. نبتدي بقى نعمل رن، وركزوا معايا في الرن اهو. عملت رن، عملت رن، في هيبتدي اهو اتعمل رن مظبوط، مفيش مشكله. بس مبدئيا الاول لو انت شفت اللون الاحمر معناه ايه؟ ان النقطه دي اريا في السي. ازرق معناه ايه؟ جراوند زيرو، تمام؟ طيب لو انت شفت لون رصاصي جراي زي ده مثلا، نقطة اللون ده معناه ان ايه؟ دي فلوت، فلوت يعني ساكن في الهواء، مش اي حاجة ولا زيرو ولا 1، تمام؟ طيب لو شفت بقى، لو شفت المقاومة دي، فاكرين لما انا عملت قلت اعمل كده؟ اعمل رن. بص بص بص، لو دوست على السويتش ظهر لون ايه؟ اصفر. ده معناه ايه؟ قفل. شوت سيركت، تمام؟ كده في حاجه غلط، رجعها تاني. خلاص كنترول زد طبعا بيرجع يعني. يبقى دول اربع الوان بتوع الاي سيميوليشن، احمر في السي، ازرق جراوند، اصفر شوت سيركت، جراي يعني ايه؟ فلوت. سيركت معناها في الاول. طبعا انا المفروض اشوف قدامي ايه؟ ايه يا احمر يا ازرق. خلاص؟ طب لو عملت رن، عايز اثبت الشاشه بقى بحيث ان انا اشوف السيميوليشن، ممكن تعمل زوم شويه كده وتبتدي من على الشاشه دي تدوس وتظبط الشاشه بتاعتك كده مثلا. طب 0 0 في اوت. طب 0 1 لو الاي ب 0 والبي ب 1 في، شفت حاجه؟ ها؟ منور ايه؟ عايز تشوفها شويه؟ اهي ممكن نحط مثلا ليد لونها اعتقد اصفر، ممكن تبان شويه عشان الاضاءه مش مظبوط. بص انا اخترت لون اصفر، بص بص حطها كده، جيت تيجي عليها اهي، اقف عليها بالظبط، دوس اوكي، هيقول لك ريبليس. اه ريبليس. اعمل رن تاني. ها ايه ده؟ انا نزلت نفس اللون؟ انا نزلت نفس اللون صح؟ ليد الكترونكس ليدز، احنا قلنا يلو ماشي، تيجي عليها اهي اوكي، هو كتبها حتى جنبها ليد يلو توصيفها، تمام؟ اظبط الشاشه بتاعتك كده، رن 0 1 ها نورت، 1 0 نورت. طب 1 1 هجيبها ازاي؟ مش عارف اجيبها، عملي هدوس على الاثنين، انا هنا بدوس بمره صح؟ فهتلاقي في سهم صغير كده جنبها، شايفينه؟ ده بيروح مثبت على الحال كده، بيلاتش كده كاني مدخل 1 1 شايفها؟ الاوتبوت ايه؟ زيرو يعني طافيه، تمام؟ كده الدايره ايه؟ تمام شغاله ديزاين مظبوط. يبقى انت عملت ديزاين نظري مش متاكد منه صح ولا غلط، اتاكدت منه عن طريق مين؟ سيميوليشن. سيميوليشن عامل رن مظبوط حسب الكونستبل بتاعك، يبقى كده تمام. تبتدي بقى ايه؟ اطبع الكلام ده. الطباعه عندك كذا طريقه، الطريقه العقيمه اللي هي ايه؟ تيجي تعمل برنت سكرين. برنت سكرين تيجي على البرنامج الرسام تعمل برنت، تيجي تعمل ايه؟ انا مسجل شوت اقفل، بقول لك شوف مكتوب تمام؟ موبايل ده تمام؟ تعمل برنت سكرين، وتبعد كده ايه؟ تاخد ده ايه؟ كوبي، تجيبه هنا بيست، وتقعد تعمل. بس طبعا في خلفيه رخمه، فده الطريقه العقيمه. الطريقه الاحسن شويه
تيجي على اي مكان في الشاشه تعمل ايه؟ كليك يمين كوبي تو كليب بورد. تيجي على رسام تاني تعمل ايه؟ بيست. وتقعد بقى ايه؟ تاخد بقى الخلفيات دي تختار اللون الابيض وتعيش مع نفسك، برده طريقه عقيمه ما بحبهاش. فاهمين؟ تمام؟ طيب الطريقه الاحسن والادفانسد بقى تعمل ايه؟ جيب فايل اكسبورت جرافيكس. اكسبورت جرافيكس وتجيب ايه؟ اكسبورت ايه؟ بيتماب. تمام؟ الريزوليوشن ده الريزوليوشن بتاعك. 100 يعني 100 دي بي اي، الدي بي اي يعني دوت بر انش. تمام؟ طبعا دي اقل ريزوليوشن. انت اختار مين؟ 200. ما تزودش عن 200 عشان لو زودت هتلاقي مساحه الملف ممكن بقت 500 ميجا في صوره، فمش عايز كده. انا عايز حاجه ايه؟ صغيره شويه. خد 200 كويس. تمام؟ وتجيب هنا الكالر ايه؟ هتجيبه ابيض واسود مونو او الوان. الوان ديسبلاي، ديسبلاي يعني زي ما هي قدامك. تمام؟ تختار ديسبلاي وتجيب بقى اهم حاجه الباك جراوند، الخلفيه بقى ايه اللي هي الرصاصي دي، انا عايز اخليها ايه؟ ابيض. وفاين نيم تحفظ المكان اللوكيشن بتاعك اهي، ان 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 مثلا اي حاجه، دوس انتر ودوس ايه؟ اوكي. بتبتدي ايه؟ تظهر معاك، دوس كليك يمين ايه؟ اوبن ويز. ظهرت معاك ايه؟ صح؟ دي بقى اللي تستخدمها، افتح بقى برنامج الوورد. تمام؟ ادخل بقى في الريبورت بتاعك، هتروح ايه؟ ده يبدا كده مثلا، نحطه فيه كده. بس هتلاقي بالمشكله ايه هي؟ في اطار بره، في اطار زياده صح؟ ممكن كليك يمين هنا تقطعه، تجيب كروب تعمل كده تقص كروب، يعني تقص يعني كده بس كده، كبرها بقى زي ما انت عايز. ادي الرسمه بتاعتك دي في سيركت دايجرام. تمام؟ طب انا مش عايز اقصها من قبل ما ادخلها على الفايل عشان احتفظ بيها. تروح انت جايب هنا كليك يمين اوبن ويز ايه مثلا مايكروسوفت اوفيس بيكتشر مانجر اهي، دوس هنا جايب برضو ايديت، جيب كروب وقص انت ايه؟ نفس الكلام من هنا، من هنا، من فوق تحت كمان اهي، دوس اوكي، تعمل ايه؟ سيف. ممكن بقى تلعب في ايه؟ ممكن تعمل اوتو كوريكت، تبتدي صحح الالوان تلاقيها ظهرت شويه احسن. تمام؟ وتعمل سيف وتقفل، خلاص بقت الصوره بتاعتك اهي. دي بقى اللي بتدخلها فين؟ في الوورد. طبعا دي بتطبعها وتوصل منها العملي. ليه يوصل منها العملي؟ كل مره بظهر قدامك يو واحد والارقام الرجوله اهي قدامك، بقت الدنيا حلوه. تمام؟ يبقى انت كده عندك سيركت دايجرام. تمام؟ حد عنده مشكله؟ المقاومتين اللي هم في مقاومتين ايه؟ المقاومتين انت عملت ليه مقاومتين اللي هم القوتين دول؟ هو دول من غيرهم يا ابني مش عارف اشرح حالا شويه عشان لما يدوس يديني 1 اشيل يديني 2 0. انت نايم يا ابني، انت نايم. قلتها ولا ما قلتهاش؟ قلتها. عشان ادوس على السويتش يديني 1، اشيل ايدي يقرا الجراوند اللي هو مقاومه وارض. شرحتها في الحته دي خلاص. حد عنده مشكله يا جماعه في السيميليشن؟ ها؟ طيب في حاجه لذيذه جدا، مش فاكرين الجدول اللي هو الكومبوتنس اللي انت استخدمتها؟ بص دي حاجه كده ادفانس شويه. هتجيب تولز، بص تولز بيل اوف ماتيريالز اي واحده اتش تي ام الاول، بص كده كبر كاتب لك ايه الحاجات اللي انت استخدمتها. ثلاث مقاومات، ثلاث مقاومات اللي هي من الريفرنس اللي هي ايه؟ ار 1 من ار 3 اللي هي رقمها في الدايره اللي هي ار كذا كيو كذا. الفاليو قيمتها كام؟ 330. والاوردر كود ده مش عايزه خلاص. الدايدز، في دايد هو اللي ما هو اللايت، اللايت اسمه اللايت ايميتنج دايود، من كاتيجوري من انواع الدايودز. تمام؟ فانت لو شفتها فممكن تاخد دي كوبي بيست هناك، وطبعا هتلاقي في السويتش مش ظاهر، البوش بوتنز مش ظاهره صح؟ فليه البوش بوتنز مش ظاهره؟ عشان ما لهاش ريفرنس هنا، ما لهاش رقم. فانت ممكن تعمل ايديت بروبرتيز، عايز مثلا تكتب هنا سويتش اس دبليو 1 مثلا، وهنا كليك يمين اس دبليو 2 مثلا، مش فاكر نشوف هتظهر معاه ولا لا، أنا عمر أجربها بس يعني نشوف. أعتقد يعني. أهي ظهرت أهي. بس هو سميها ميسلينيوس، ميسلينيوس. السويتش 1 أهي واستخدمت منها 2 كوانتيتي. فأنت ممكن تاخد الأرقام والحاجات دي تحطها في الجدول عشان ما تقعدش تدوش دماغك. لو دايرة كبيرة هتقعد تعد مش فاضي. تمام؟ مفهوم يا شباب؟